عسلامتكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وفي خيار الخير. جيتكم اليوم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. خلينا نصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، استغفر الله العظيم واتوب اليه. على هالبيت هذه منظمة على الدو. هذا ترى خلينا نشوف سريرك. نظمت سريرك جهان. اوه محلى تنظيمك يا بطلوط، حالة تحليل. باهي باهي، صحيته يا فتى. لا 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 جهان، هم بدل هاي بنبدل من بدلها البيت النوم هيك نرجلاها ونعملها. حسيتها ترى كيفاش ماهيش عجبتني بالقديم بالقديم. تحب تبدلها؟ الحين هاي نبدلها. ها؟ تحب تبدلي بيتنا؟ كيفاش عرفت؟ من عينيك. من عينيا لبستك ومن هكا هكا لبستك على خاطر تصوري معناها حاجة. حصلوا هاي نعملها روتين مع بعضنا. هاي تعاونوني 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 مريومة تعاونيني تعاونيني مريومة تعاونيني مليومتي مليومتي مليومتي. كيما سمعتوا يا البنات، باش نعمل روتين اليوم في بيت الصغيرات. فديت منها الحقيقه هيك، هما يرقدوا فيها وانا فدت منها. البنات حتى هما والله يحبوا على التغيير، كل مره ساعه ساعه صغيرات وكل. ومره ما عملت فيها، راني صيغتها المره اللي فاتت، وكل مره وديما من تحت فرشتهم نجبد معناتها في كلو عبوك الحاجات وكل. ما مره ما غلبتني الحق يا ربي، ما شاء الله عليها ديما بالبتيز نتاعها وديما ديما حصلوا ما شاء الله. كاو الصغار في السن هذه ما عندي ما نعمل، لازمني كونوا راهم وكا. وقلت خليني ننظف لهم وننظف الحيوط وكلها نمسح حصيل. وهاكم مع الفيديو ان شاء الله يحفزكم الفيديو ويشجعكم ويعجبكم وتستمتعوا بيه. واللي اول مره يشوفني يفعل الجرس ويشترك، قبل ما يفعل الجرس يشترك وباش يوصل كل الفيديو جديد نهبطه يجيه الاشعار متاع، فهمتوا؟ ويرحم والديكم الناس الكل وربي يخليكم. البنات هاكم على الفيديو باش نحكي في حكاية. طلبوا مني باش نحكي في موضوع، لا محالة، هو موضوع حساس الحقيقة. أما بصراحة هو واقع في مجتمعنا، في المجتمعات الكل، في العالم الكل. المرة الأولى الحقيقة راني ترددت باش نحكي فيه. بعد قلت ايه خلي نحكي، والله باش أجل شوي منها قلت خلي نحكي فيه المرة هذه. عندي برشا مواضيع أخرين إن شاء الله باش نحكي فيهم. قلت قررت قلت خليه نحكي فيه. اللي هو راهو اسمعوا البنات، اي حكايه نحكيها اي حاجه راه الغرض منها للتوعيه والعبره للناس، مش هما حكايات واقعيه باش الناس تاخذ منها دروس وتتعلم من وتستفاد من تجارب غيرها، فهمتوا؟ وبالطبيعه راني الحكايه هذه حساسه برشا، وراني مانيش نعظم، خاطر قال لك اللي يعظم يتبلي. وراني يعني ربي عالم بالطبيعه، حتى في طبعي معناتها ما نتعظمش. وبطبيعه الواحد ما يتمسخرش، والناس كل تغلط وما فماش انسان معصوم من الخطا. وربي يهدي وربي يستر وليداتنا وبنياتنا، وان شاء الله يا البنات تحصل الافاده. قالت لي غلطت غلطه عمري، قالت لي غلطه كبيره كبيره برشا وندمت عليها وان شاء الله ربي يسامحني. قالت لي راني تبت لربي لكن ضميري يأنب فيا. وقالت لي عشت معناتها عشت إيش خايبة، دفعت قتلي ثمن غالي برشا، خسرت برشا ناس عزاز عليا، ما كنتش معناها نتصور في حياتي اني باش نخسرهم. قتلي وليت عايشة في رعب، مانيش مرتاحة. قتلي عالم بيا ربي سبحانه معناتها وكهو. وزيد قتلي يعني يتيمة وضحية يتيمة وعنف وبرشا حاجات، ما نحبش نظهر برشا باش ما تعرفش معناتها شكون. المهم وكل باش نحكي لكم حكايتها ومن بعد شو نقول لكم رأيي وكل. قالت لي غلطت مع شكون وعدني بالعرس وقال لي راني نحبك ودرا شنو، ويا اخي غلطت معاه وكل. ومن بعد ما حبش يستعرف بها وما حبش يستعرف بالصغير وكل. قالت لي وسمعني كلام خايب برشا. قالت لي وباش نصلح من غلطي، غلطت غلطه ما اكبر منها. قالت لي ما نعرفش لحظه ضعف وخوف. قالت لي ويأس، قالت لي برشا احاسيس وكل. قالت لي معناتها دفعت قالت لي ثمن نتاعها غالي 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 بالقد بالقد، وقد ما نحكي لك ماكش تصوري العذاب اللي تعذبته واللي صار لي وكل. اكيد البنات فهمتوا الحكايه، هو هذه الحاجات هذوما صايرين برشا في مجتمعنا. نحب نقولها صحيح ان الله غفور رحيم وباب التوبه مفتوح
وان شاء الله ربي يغفر لك ويغفر لكل انسان ويغفر للناس كل، بطبيعه الناس كلنا رانا خطائين، اما كل اما الخطا درجات، فهمتوا؟ كل واحد والغلط متاعه، وربي يرحمنا الناس كله كل، وان شاء الله ربي يرحم، معناتها ربي يغفر لها ويسامحها. ولكن نحن في مجتمع ما يرحمش، شفتوا؟ هو ربي سبحانه بجلالة قدره معناتها يغفر لنا وباب التوبه مفتوح، اما المجتمع متاعنا للمراه ما يغفر لهاش، الراجل يغفر الراجل، اما المراه كي تخسر الغلط هذايا، راه النوع هذايا المراه كي تغلط غلطه تدفع ثمنها للممات، تقعد تتبع فيها، فهمتوا؟ وبالطبيعه الراجل في مجتمعنا ديما سي السيد، ومعناتها ينجم يعمل اللي يحب عليه، ويعمل اللي معناتها مسموح له باش يعمل كل شيء، كما يقولوا الراجل كي يمشي للحمام يخرج نظيف وياخذ لا تنسي، هذه ديما يقولوا فيها معناتها في المجتمع. اما المراه العكس، حياتها تولي في عذاب وتولي منعوته بصبعها، الكلام هذاك فهمتوا؟ ما هو راه عند رب العالمين، راهو الزوز ربي سبحانه معناتها يحاسبهم الزوز، كي الراجل كي المراه، مي مجتمعنا لا، الراجل حاجه والمراه حاجه. وراني البنات لهنا باش ما تفهمونيش بالغلط، راني ما نبررش في الخطا ولا الغلط، ما نبررش بطبع، ما فماش حتى مبرر، هو حتى كان يتيم حتى كان فقير، ما نبرر الغلط هذا، ما عندهاش تبرير، واحد غلط شيطان حضره كل، اما ما نبررش بالطبيعه، اما نحكي مجتمعنا هذا هو مجتمعنا، فهمتوا؟ خاطر راه فما بنات، فما ضحايا نتاع مثلا برشا حاجات في المجتمع صار عليه، فما حتى اللي يصير بالسيف من عليها رانا، اما نحنا نقولوا للعباد للبنات هذوكم اللي يهموهم اللي يمشوا بارادتهم، فهمتوا؟ باقي فما وحيد تصير عليهم حاجات خايبين، يخطفوهم صغار يبدو يكونوا ضحايا، فهمتوا؟ اما نحكي على طفله كي تبدا بارادتها، ولا راه يجيها واحد راني نحبك ولا درا شنو درا شنو، حتى فما برشا بنات ما لازمش يصدقوا اللي يسمعوه الكل، هي الغلطه نورمالمون كي غلطها زوز، هما اطرافها زوز نورمالمون صلحوها مع بعضهم، يعرسوا يتزوجوا وصلحوا غلطتهم، مش نحن في مجتمعنا ديما الراجل يهرب من ولا يتملص من الحكايه، والمراه هي تقعد تعاني وتقاسي طول عمرها، خاطر الراجل بما ان سي السيد ما يرضاش المراه اللي غلطت معاها باش يعرس بها، ما يرضاش المراه يقول لك هذيك ما تصلحش باش تكون مرته، ما تصلحش باش تربي صغيراتها، ما يعطيش فيها الثقه، كيف معناتها عملت معاه تعمل معاه غيرها، ماهيش متاع الدار، مش متربيه، واو برشا كلام يقولوا فيه هذوما الرجال مع النساء اللي يغلطوا معاهم. وبالطبيعه الراجل ديما هو نظيف العفي في ما يغلطش اللي، فهمتوا؟ يعني واحده من الناس نصيحتي لكل طفله، نقول لكل طفله ردي بالك على روحك، راهو مش مبرر له مثلا يتيمه ولا لا، راه مش معناتها انك يتيمه عرضه للاستغلال ولا فقيره ولا متعرضه للعنف ولا اي ظرف عندك، راك معناتها لازم تغلطي، لا مش كان انت صارت عليك ظروف ولا عندك ظروف تخلي روحك للغلط وتخلي روحك للاستغلال وتخلي روحك لبرشا حاجات، راه الراجل اللي يحبك يدخل من الباب، والراجل اللي خاف عليك ما يهزكش للتراكن، والراجل اللي يحب اللي معناه يحبك في داره يطلبك في الحلال. من الاخر البنات كان الراجل شريك، راهو معناتها ما يخلي علاقتكم في النور مش في الظلام، فهمتوني؟ ان شاء الله برشا بنات يفيقوا على رواحهم، كان الراجل ما عملش هذوما اللي قلت لك عليهم تو، راهو والله لا يحبك وراهو والله لا يخمم فيك معناتها باش يعرس بيك ولا باش ياخذك ولا باش يحطك في دار، صدقيني خاطر اللي يحبك في الحلال ما يعملش معاك الحاجات هذوما، حتى كانك يتيمه حتى لاي ظرف عندك ينجم يطلبك، ما عندكش والديك متوفين ينجم يطلبك من اخواتك، ما عندكش اخوات من عمومتك من اخوالك، حتى كان من جيرانك يبدو ناس ملاح وباهيين وكل، ما عندكش هذوما كل هزيه للبلديه، البلديه ما تصورش بتسكر بابها في وجه حتى حد، تكتب بصداقك على سنه الله ورسوله، المهم ردوا بالكم من الغلط كيف ما هذا، راهو كوني متاكده كان سلمتي في روحك راهو باش يستغلك وباش يطيشك على توليده، فهمتي؟ ويزيد يسمعك ما تكرهي، حتى كان لو تحبيه ولا حاجة وكل، شوفوا البنات لهنية كشقلبت الدنيا كل هيك البيت الكل وش نظفها بحيوتها بدنيتها الكل، راجل اليوم ماهوش معايا في مشيل الزيتون، هناك الصغار كل مرة كان يعاونوني في حاجة كنستحق لهم معناتها، وأنا قاعدة حابت نعمل هيك روتين محلاه هيك وتغيير به. وفما برشا بنات يقولوا نرجعوا لموضوعنا، يقول لك حبيته ودرا شنو، والله كان ما عملش معاك الحاجات اللي قلت لك عليهم هذوكم،
وصدقيني قلبي نعفس عليه، اعفس عليه قلبك، تعذبي شهر شهرين عام عامين بعد تنسيه وتخرجي نظيفة عفيفة، وربي اكيد ربي يعوضك بخير منها، واكيد ما دام بعد ربي عليك ما فيش خير، وربي راه العوض نتاعها جميل، راهو ربك يعوض ويعطينا، راهو ربي معناتها رحيم كريم يعطينا حاجات ما كناش حتى نتوقعها. المهم الانسان يلزم والطفله تستحفظ على روحها، كيف ما تخليش يستغلك على تو، كيف انت كان خليتيه يستغلك هو مش باش يعرس بيك، معناتها هكا خاسره من 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 ناحيتين، باش يستغلك وماهوش باش يعرس بيك. اما كيف تخلي تحافظي على شرفك وتحافظي على روحك حتى كي ما ياخذكش، على الاقل قعدتي نظيفه عفيفه، فهمتي؟ وزيد معناتها حشمتك مع رب العالمين اللي قاعد يشوف فيك من فوق، فهمتي؟ وان شاء الله ربي يستر بنياتنا الكل. وديما نعاود نقولها، راهو لا لا العنف ولا اليتم ولا الفقر ولا حتى شيء برا الغلط كيف ما هذا، فهمتوا؟ ويعيش اختي، ما تغلطيش غلطه كيما هيك تطيحي راس ميمتك وبيك لي ربوك واخواتك وعائلتك الكل، وتخسري برشا ناس عزاز عليك. كيما قلت هذه راني خسرت برشا ناس وما عادش نشوفهم وكذا وتبروا منه، راه برشا حاجات غير ما نحبوش ندخل في برشا تفاصيل، فهمتوا؟ راهو اللي نجر عليه برشا حاجات خايبه، كيما يقولوا ناس زمان الفرس الحرة يجاها المربط، هرا فهمتي؟ الفرس الحرة يجاها المربط. وحديثنا قياس بالطبيعة. شوفوا البنات، نرجع شوية للفيديو، هذوما اللوحات هذوما اللي تشوفي مع البيرو، هذوما تو هذوما مروما بنتي، ماكم كيما تعرفوا البيتيز نتاعها ما شاء الله عليها، بنيتي ربي خليها ما يوفقش. نحيتهم قلت لي ماما مسيتهم هكا عملت هكا طاحوا، قلت لها قولي الحقيقة، قلت لي ماما جبتهم يا اخي طاحوا، معناتها جبتهم بالعاني. عاد امي كبحذايا وكل هي بنتي ما شاء الله عليها في الكلب، ما شاء الله ما شاء الله على بنتي شطانه. عاد قالت لي امي انت ما تضربيهاش، ما تعملي حتى شيء، بنتي الله غالب طاحوا طاحوا انت وركبوه، ما انا ما تكسروش ركبوه. يعني راني مقابلني النجار غير يعني كل يوم اليوم كل يوم اليوم، هو عنده خدمه زاد. قالت لي امي راهو كلب صغارك الزوز هذوما تشيطينهم وكل خلطيهم، وزيدي خلطي معاهم حتى مريومه، ما نعرفش على مريومه شنو باش تعمل، مي خلطي عليهم حتى مريومه ما يعملوش في الشطر اللي عملتيه انت من الصغير. قلت لها مالا هيا خليهم معناتها يكلبوا على روحهم، يتشطوا على روحهم، يعملوا اللي يحبوا عليه، المهم هم لاباس وما يجرى لهم حتى شيء، خليهم وانا شو نعمل هاني وراهم، كان اي حاجه تعملها هاني نكنس هاني ننظف هاني. نعمل كل شيء، ربي ان شاء الله يحفظهم صغيراتنا. هي الحاجه الباهيه فيها مروه بنتي، كي تعمل حاجه تقول لك عملت تستعرف، ما ديما اما ديما هي ماما عملتك الحاجه وسامحيني، ماما عملتك الحاجه وسامحيني، حصلوا كرهتني في كلمه سامحيني. برا ماما معناتها بنات. البنات نرجع بكم لموضوعنا، المهم نحب نقول للبنات وكل المراهقات وكل ردوا بالكم ردوا بالكم، وما تكونوش لقمة سهلة في المتناول، كما يقول رؤوف ماهر كوني صنديدة، فهمتي؟ وهني على روحك، راهو كيف حياتك تقلب سفيها على عليها، راهو انت الخاسرة وانت باش تتعذبي وعائلتك هم اللي باش يدفعوا معك الثمن، وبرشا حاجات خايبة باش تصير. لهذا ردوا بالكم على ارواحكم، اي حاجه تعمل في الظلام راهي غلطه، اللي تعمل في النور هكا هو الصحيح، اللي وخاطر راه برشا فما ذئاب تصطاد. ورد بالكم معناتها رد بالكم رد بالكم رد بالكم، هذا منقوله خاطر الحاجات هذه راهي صايره برشا في المجتمع وعلى مالها تزيد. ربي يقدر الخير وربي يستر البنيات الكل والولادات الكل، وان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لا تهبط دمعه من ميم على خاطر بنيتها على خاطر الحاجه كيما هيك يا رب. خاطر كي تغلطي الغلطه هذه خاصه كي يبدا فيها صغير، الصغير هذاك شنو هو ذنبه؟ انت وعملتي على روحك اثم كبير برشا، خاصه كي تغلط تصلحي غلطك بغلطه ما افظع منها، شنو كيف الصغير هذاك شنو هو ذنبه؟ كيفاش باش يعيش؟ هم معناتها بوهم وامهم شرعيين ويتعرضوا لبرشا حاجات، خلي في حكايه كيما هيك معناتها معناتها شنو ذنب الصغير هذاك يمشي ضحيه؟ شنو ذنب عليه؟ معناتها يخمم العبد قبل ما يعمل اي حاجه، يخمم يعني واحده من الناس ديما خمك من اللي راني كنت في معناتها قبل ما نعرس، معناتها ديما ما نقولهم الحاجه اللي ما تجيش تجي في الظلام راهي ماهيش صحيحه، وما نعمل كل حاجه الا المقتنع بها، وما نخلي حتى ولد امه اللي يستغني، هذه ديما كنت نقول فيها والحمد لله يا ربي الحمد لله، ما نخلي حتى ولد امه اللي يستغني،
فهمتوا؟ ما تخليش حتى انسان يستغلك، ما تخليش حتى ولو تحب ولو تحبيه، كان ربي يقدره لك باش تاخذيه كل الحمد لله يا ربي كل الحمد لله هكا ما كنت تحبي، كان هو مثلا نيته باش يستغلك ولا حاجه ما تخليش، وحتى كان بعد الله راح عليه السد، ما حشتكش انسان يحب يستغلك، وربي اكيد باش يعوضك ما دام انت مستحفظه على روحك وعلى شرفك وكذا، اكيد ربي يعوضك خير. وان شاء الله ان شاء الله يكون موضوع عجبكم البنات، وان شاء الله فيه عبره وكل. المهم البنات هكا لهنا راني يعني نشوف البنات هكا الجرات نتاعهم، صدقوني هاني يعني كيما تشوفوا في نهار كل وني ننظف ونشوف مارو ما تقص في الوراق تعمل في كل شيء، وجي هذاك البلبل فددني بالبلبل بربي شكون عندها صغير في عمر جهاد ولدي بلبل ودرا شنو وشجاع والنفات ودرا شنو ودرا شنو، حاصيلو راسي نفخه بيه الله جهاد غسيل وكل لعب حصيل ودنيا الكل. المهم نظفناها تنظيفه بالكدب بالكدراب والحيوت البنات، انا ما صورتش معاكم معناتها كل شيء بالديتاي بالديتاي، خاطر الفيديو جاني طويل سرعت فيه ونحيت منها مقاطع، خاطر فيه من بعد حتى باش نعمل لكم اليوم البروكلو بطريقه اخرى. المهم البنات صورت لكم اللي حطيت لكم في الفيديو النجم نحط، ولهنا البنات هذوك متبش مرومه حطيتها هكا كيما هو خاطر راه سي تعبت، وزيد بتعرفوا دارو صغار وتطيب، وزيد مرومه مريومه بنتي فاقت ولازمني نبدل حوايجها الكل وندوش لها وكل باش نوكلها خاطر وليت ونوكل فيها وش نرضعها ونرجعها تقعد تلعب شويه هي ومن بعد ترجع ترقد، عاد ممكن تعرفوا لازمني معناتها ما شاء الله اليوم حافل بالقضيه وكل، وعندي دبش زاد نغسل الغساله نتاعي قاعده تدور وباش ننشر دبش معناتها برشا حاجات باش نعملهم هكا، علاش راني لهنا هذوما الفروشات نتاعهم هاني نحيتهم بخاطر باش نغسلهم وباش وباش نستوي لهم هكا فروشاتهم. والقاعه البنات باني معناتها عندي نهار مش امس ولا امس سيقت الدار وكله ومسحته كل من داخل باش نمسح حتى ومسحان خاطر مازال لي فيها، مش باش نفرشها معاكم خاطر نلوج على تابي كبيره هيك الصغيرات اللي بيت نومهم كل تو ما لقيتش. المهم باش نكتفي معاكم تو بور لو مومون لهني ساي معناتها المسحان وكهو هكا، نظفت كل شيء راه الحيوط والشباب وكل شيء نظيف ما شاء الله محلاها نظافه والله. المهم تو باش نمسحها وخرجت منها تو وكهو هكا البيرو نتاع صغيرات منظم، دنيا كل منظمه ممسوحه، الكرسي ممسوح، دنيا كل والله تشعل شعلان ما شاء الله فهمتوا. اما ان شاء الله كي نفرشها مره اخرى تو نولي نصور معاكم البيت مره اخرى فهمتوا البنات، نشوفوا كم نظافه محلاها ولا صدقوني نظافه تب هكا. تو باش نخرج عاده منها سايي غير جيت نوريكم فيها تو، من بعد باش نرجع لهم زاد الكواتات والكوفرتات على الفروشه نتاعهم وكهو. وما قلت خليها ما حبش تدخلها قلت خليها تشيح باش ما يقعدش فيها العفس نتاع الرجلين وكهو. البنات ان شاء الله يكون عجبكم روتين في بيت الصغار، وتو هنا كما قلت لكم راني طلعت للسطح باش ننشر كدبيشات، فالطقس فوق السطح بارد على الاخر على الاخر، وفما نسمه بارد والدنيا مسحبه البنات. بالنسبه لبيت الصغيرات كما قلت لكم باش نحمل عملها تابي هيك تابي كبيره مزيانه وكل، نحب نفرشها الكل خاطر الدنيا وعلى مالها ماشيه تبرد وكل، ونحب حتى الردوات نعملها ردوات اخرين مزيانين وكل، ولا ناقصها برشا حاجات نحب نعمل لهم، والله ماذا بينا نعمل لصغيراتنا كل شيء ونوفر لهم كل شيء. والله في مخي برشا حاجات نحب نعملهم لهم، ربي يسهل وربي يرزقنا وربي يرزقني ويرزقكم الناس الكل، ونعملوا اللي نحبوا عليه الكل وما نخلو صغيراتنا ناقصين حتى شيء. تيك هو تو انا باللي عنا لين ربي يسهل لنا وكهو. شوفوا البنات تاع الريح شفتوا كيفاش الحوايج من نسمه، هي نسمه بارده ومسحب، اما داري اللوطه معناتها هي راهي في طبيعتها بارده معناتها، اما علمت فيها كي طلعت للسطح طلعت البنات كانت تسمعوا في صوت مريومه راهي بحذايا مريومه بنتي راق السلطه نتاعي البنات راني ديما نعقم فيها بالخل، راني صبت لها هني الخل وهني عبيتها بالماء ونخليها تعقم هكا في عقلها، ومن بعد نعاود نسكرها ونغسلها ونفوحها بالطبيعه ونقدمها مع الفطور. ولهنا كنعمل نغسل في البروكلو مليح مليح باش نغسلها بالكدا بالكدا، وباش نطيبها معناتها بطريقه توا تشوفوها معناتها في الفيديو. البنات بعد ما نغسلها باش نحطها في الكسرونه نتاعها، نصب عليه الماء ونحط معاه شويه ملح وورق رند وشويه كمون ونخليه يطيب في عقله فهمتوا، ما نطيبوش برشا برشا تهروه برشا خلوه شاد روحه شويه معناتها يجي ابن فهمتوا.
يجي بنين ويجي يتقرمش البنات. حصيلو اللي هناك حطيت على الغاز، حصيلو تا نوريكم كيفاش معناتها الطريقه كيفاش باش نعمله. والله بنين على الاخر البنات، باش نعمل لكم بروكلو بطريقه اخرى، معناتها باش نعملها بطريقه مختلفه، مش كيما الطريقه اللي فاتت اللي عملتها معاكم. فهمتوا؟ البنات اليوم باش نعمل مع بعضنا بروكلو، حصيلو وهاكم شفتوا باش نعمل بروكلو. جيبوا زوز صحافي كيما هيك، باش نعملوا مع الخلطه. كيما قلت لكم يا البنات، جيبوا زوز صحافي الصحفه الاولى باش نحط نعمل فيها الفرينه، وباش مثلا كيما نقولوا تحطوا 3 مغارف كبار، انتم بالكميه لمحل الفرينه ما تقيدوش، كيما شو نقول لكم لهم شويه فرينه وعليهم مغارفتين كبار كما بين انشاء، وباش نفوحهم هذوما نحط فيهم كعبه اعظم، وباش نفوح شويه ملح. ورد بالكم الملح خاطر حطيت راني في البروكلي وهو يتسمط، نحط فيه شويه كمون، شويه فلفل اكحل، شويه برك كل حاجه شويه شويه، شويه كركم، شويه فلفل احمر مرحي، ومعناتها وشويه كتابل. وباش نحط معاهم زاده شويه، كان عندكم ثوم بودر حطوا شويه، ما عندكمش حطوا كسنينه، سنينه بركه معناتها سنينه، كي تبدا صغيره حطوا زوز، كي تبدا كبيره حطوا واحده بركه سنينه ثوم البنات. ونخلطوهم مليح مليح مع بعض مك العظمه واللفاحات متاعنا والفرينه بطبيعه والنشا، وحطيت زاده شويه خميره جاتو شويه بركه حطوا، فهمتوا؟ وباش نخلطهم بالماء، تخلطوا راه حتى بالحليب، فهمتوا كيما تحبوا، اما نحنا نحبوا نعملوه اليوم يتقرمش، فهمتوا؟ هكا هو، ما تنسوش الملح بطبيعه وشويه معدنوس. تحبوش المعدنوس؟ ما تحبوش معناتها المعدنوس ما تحطوش، انا وحده من الناس من عشاق المعدنوس بصراحه، نحب نموت عليه وفيه برشا فوائد، انا اي حاجه فيها فوائد نحبها، خاصه انك اللي عندهم الحجر في الكلاوي راهي باهي برشا، تعملوا كعصير وتشربوه ضربه ضربه. ها شوفوا لهنا القوام اللي تحصلت عليه، هكا نقعد نخلط ونزيد في الميل نتحصل على القوام، لا هو جاري برشا ولا خاطر برشا. باهي تو في الصيفه الثانيه، الصيفه الاخرى باش نحط شويه فرينه كالعاده وشويه نشي وشويه خميره كاتو، وباش نفوح بشويه فلفل اكحل وشويه ملح، فهمتوا؟ وشويه كمون كان تحبوا، وخلطوه قبل كدا بالكدا. وكيف يطيب البروكلو بتاعنا نسقطروه مليح مليح مليح، ما نخلوش فيه الماء، نسقطروه بالباهي بالباهي، فهمتوا؟ باش نوريكم كيفاش باش نعمل البنات طريقة البروكلو هذه، راه يجيكم هكا بنين ويجيكم يتقرمش وبصراحة روعة والله. وكم تعرفوا البروكلو فيه برشا منافع للكبار وللصغار، فهمتوا؟ باهي هناك الفرغ ما قعد ليش لمحالة الفارينة، جاب لي راجل الصباح بكو فارينة، وكيف يجيب الصباح الخبز وكله، وتوما الحليب قبل كنا نشرب اللاستيكة يا حسرة، ولا نشرب الباكو كل يوم الصباح يمشي يجيب لنا باكو حليب، وقلت له راه ما عادش عندي فرينه، مشي جاب لي باكو فرينه يا حسره، قبل نشري في مع المونه نتاعي معناتها نشري زوز ستيكات 3 ستيكات كيشدوني فتره، لان نقعد نمشي للصباح للحانوت لحد شيء تكه، هو ربي يقدر الخير. شوفوا البنات المره الاولى نغطس البروكلو نتاعنا، تو شوفوا لهنيا كتسكتر وطاب على روحها، نحطوه المره الاولى في الخلطه هذه السائله معناتها لكيت، ومن بعد نحطوه في الفارينه ونحضروا القلايه نتاعنا فيها زيت نباتي بطبيعه، نحط فيها الزيت نخلوه يسخن ونبدو نقلو الكعبات نتاعنا ونكملوا بنفس الطريقه، نحطوه المره الاولى معناتها في الخليط الليكيد ومن بعد في الفارينه المفوحه هذيك ونقلو كعباتنا. والله يا البنات صدقوني تا تشوفوا حصيلهم بعد كيفاش محلاه محلاه على الاخر، وطريقه اخرى وكنوعو ونبدلو متسالش، فهمتوا؟ توا لهنا برس كملت قليت كعبات البروكلو، كل ما زالوا الكعبات هذوك من الاخرانيات هم سي قريب يطيبوا. شوفوا البنات حطيت لهنا في صحن، حطيت معناتها البابي سويتو باش كافة ما زيت يمتص هكا البابي الكل، وحصلوا هنا هنا حطيت شويه معدنوس باش نحطها في صحن التقديم. توا صدقوني شوفوا الصورة تحكي وحدها يا البنات، والله بنين على الاخر.
سمعتوا يا لبناتي كيفاش يتقرمش؟ سمعتوه كيف؟ والله صدقوني جاي يتقرمش، وبنين بنين بنين على الاخر، حصيله فوح وبنين وريحته زكية. تسمعوا في القرمشة ما شاء الله، حصل البنات والله بالنا عالمية، ننصحكم تجربوه. هذه هي الرسالة متاعنا متاع اليوم، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. تواصلت بكم من نهاية الفيديو، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بسلام الناس كله في أمان الله، سلام.